طبعا نحن في المراحل الاخيره لاعداد المنتخب الوطني للدخول في تصفيات منتخب اسيا، والامور يعني مشت كما مشت عليه وكما تكلموا ضيوفك الكرام والكابتن ايهاب، فان شاء الله انه نوصل الى التجمع ويكون المنتخب في الجاهزيه المطلوبه. طبعا يعني الخطوه خطونا خطوه ممتازه، يعني انا اتمنى انه الخطوه هذه تتبعها خطوات منظمه في عمليه البحث عن اللاعبين هذا اللي موجودين في المهجر. احنا خطينا خطوه واستدعينا 4 لاعبين للنظر الى مستوياتهم وادراجهم في قائمه المنتخب الوطني، وفقط يعني ما سوف يكون بالنسبه للقرار الفني هو قرار من يبقى من يرحل. نحن كاداره لدينا اشياء مهمه يجب استكمالها كوثائق شخصيه. القرار الفني بيكون للجهاز الفني والقرار الاداري لدى الاتحاد. نعم. تستكمل وثائقهم، يبقى المدرب يختار واحد او اثنين او الجميع، هذا راجع له. في الحقيقة هو كنا نسير على مسارين، مسار الإعداد الأول الذي وضع البرنامج الكابتن أمين السنيني، ومن ثم تم تكليف الكابتن عادل عمروش، فالبرنامج وضع مسبقا وتم إدراج فيه مباريات. بعد وصول الكابتن عادل طلب يعني على أساس أنه معرفة اللاعبين، واستمر في الموضوع إلى أن تم إقرار على أساس مباراة كانت يوم 23 مع الفلبين تقريبا المينمار النيبال النيبال على اساس يوم 23 وافق على مباراه يوم 23، ولكن للاسف المنتخب النيبالي تاخر في الوصول الى الدوحه. المدرب راى انه يعني المباريات الاخرى التي تكون قريب للبطوله يجب ان يكون اللاعبين المحترفين موجودين كامل من اجل الوقوف على مستوياتهم. نعم. هذا الموضوع يعني عمل ربكة في عمل ترتيب المباريات. تعرف أن اللاعبين مرتبطين في أنديتهم، لديهم مشاركات، وما بيسمح لهم اللعب إلا في الأيام، يعني الحضور إلى المنتخب إلا في الأيام أيام الفيفا يعني. فيفا داي. نعم. عمر الداحي وصل بالأمس، واليوم إن شاء الله يكون مشارك في التمرين. جميل. عبد الواسع المطري وصل اليوم للدوحة في الساعة الآن، يعني قبل الحمد لله على السلامة. جيد. وبقية اللاعبين إن شاء الله يلتحقوا. ناصر الكابتن ناصر محمد بيوصل إن شاء الله يوم الجمعة، لأنه عنده مباراة يوم الخميس مع فريقه، ما سمحوا له بالمغادرة. وأحمد السروري إن شاء الله يلتحق يوم الخميس بإذن الله، يعني لأنه مرتبطين بأندية. ولدينا أيضا محمد هاشم وميلاد العميسي إن شاء الله يلتحقوا غدا إذا الأمور تجهز بشكل صحيح لهم.